أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين. هيئوا النفوس بالسلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وحسرته فقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين من صفر إنا فقدنا رسول الله سيدنا. يا قلب ذوب أسفان ويا كبد فانفطري، فمذ فمذ قضى ضجت الأملاك معولة بالحزن والشمس تبكي
مع القمر. شلون حال رسول الله في هذه الليلة؟ تقول غمض عيونه وشيل لوسادة يا ابو حسين، بطل ونين المصطفى خير النبي. غربت عينه يا ابن عمي، دس باليده شوفه يدير العين لينه ومد رجليه، وجبريل ينعب السماء والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي، ها بطل البواكي ذاب قلبي يا حزينه، لازم لازم يا بنت اليوم عزج تفقدينه. بعد شي يصير لفاطمة وثوب المصايب عقوب عيني تلبسينه، ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعين. سوت فاطمة؟ خرت على أبوها تصيح بدمع سجاب، إن كان ضلعي يكسرونه بصاير الباب وصل وصل كرار بيا وصل أصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين. رسول الله مع فاطمة تأمل يقول فاطمة من قبل لا أرحل، تعالي يا زكية عندي لك يم الحسن بشرى ورزيه. ايش عندك يابا؟ قال البشرى يا زهره يحين حينك بعد حيني، ايام معدوده يا بنتي وتلحقيني. وام الرزية بهالمسية تفقديني، وبعدي يمنعونك من الصيحة عليا. بعد يا زهرة
يقول يا ما يا ما يا ما يا ما بتشوفي مصايب. آه برحل وقلبي عليك يم حسين ذايب، وهمك بخلي راس ابو الحسنين شايب، وتلفين من حوله يا بعد الروح ليا. بعد يقول تشني تشني اشوف باب دارج تلهب النار. آه بعد ويلطم عيونك بعد عيني الغدار، ومن يعصرونك يا بنت ومن يعصرونك ينبت بصدرك المسمار وتنكسر ضلوعك يا زهرة بلا حمية. آه ومحسن من العصرة بيوقع فوق الاعتاب، وانتين مغش عليك يا بنتي من ورا الباب، وزينب بدمعتها تخلي عليك حجاب، وحسين دمعاته على خده جريه. الزهراء من ورا الباب تدافع عدو الله، يقول الملعون قابلتني بوجه أغشى بصري نوره. إش سويت؟ يقول رفعت يدي فلطمتها على عينها. آه وفاطمة لاذت خلف الباب تصيح آه آه، تقله ارحل يا خايب ارحل يا خايب بالعهد للنار تصليك. قلها طب الدار قالت ما بخليك. آه شافته مصر ولزمت الباب الحزينة. إش سوى عدو الله؟ يقول وبا واخذ صوته وضربها، والله ضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم أطبها. بعد والله يألمك وحط قوته على الباب يا شيعة وعصرها، وفاطم تنادي يا رسول الله تكون بويا بويا قومك ما رعاني، والله ما رعاني وخلاف عينك ما
مرمراني وبقوة يا ابويا ورا الباب عصراني يقول بس ما درى بيها ورا الباب النذل اش سوى سند ظهره وحط على الباب الرجل عصرها والصياط منها الحمل صح ونادي وفاطمته توصف فاطمة تقول باب باب من جذوع وثقيلة وزن لو هوت عالقاع شو تسوي ترجنها رجين انطبقت على ام الحسن طبق الجفين وقام يعصرها عدوها بحيله جاها وعصرها وفوق وجنتها ولطمها وضلعين كسرها بطنها ولا رحمها وزينب وزينب تشوفه وقامت تدافع عن امها طاحت وطاح الحمل منها والله منها صاحت تعالي لي يا فضة وشوفي ايش صار تسقط جنيني من رفس بطني الغدار أنا ضلعي تكسر أنا ضلعي تكسر وانجرح صدري مسمار راحت أحباب شينفع عتاب يلا هذا علي يتكلم عن مصيبة الزهراء شي يقول يقول شافها ما قبلت ترد ويلي عليها اش سووا بالصوت رد ليها العبد ورم ايديها راحت احباب شينفع يعتاب رسول الله يلتفت الى الزهراء يقول ضميني يا بنتي وتعالي خل اشمك يلا تصور هالكلمات حبيبي ضميني يا بنتي وتعالي خل اشمك ضميني والباب بحقد باكر يضمك ضميني
خدك لطمك ضميني والمحسن يسقطون ضحية باكر باكر على فراش المرض بنتي تونين مكسور أضلاعك يا مظلومة وتنوحين حتى على جر النفس لا ما تقدرين احنا يغسلنا علي وبلاية تعطيل بس الحسين بكربلة ما يلقى تغسيل متقطع وزينب تشوف على الوطية أين صار أخونا وحسينا التفت إلى الحسين يقول وينه مدلل الزهرة خلوني أبا أشوفه ليش يقول باضم لصدري وبمسح دموعه المذروفة قبل ما ينشب بصدره سهام خلوني أبا أشوفه هذا حبيب حسين والحلوة طباعه خلوني أبا أشوفه وبتزود من وداعه قبل ما تدوس الخيل صدره وتهشم ضلاعه خلوني أبا أشوفه يقول يا البتولة باب بيتك يحرقونه يا البتولة والجنين يسقطونه ومحمدا ومحمدا